حقيقي حقيقي حقيقي. انا انا اهو عايش بدور في دماغي، عايز حتى احط راسي على المخدة انام، مش عارف انام من هذا المجتمع المليء بالنفاق والكذب. رائحة النفاق، يعني اقول انا رائحة النفاق يعني نتن. استاذ كافرين بيقول يسارعون بوصفهم بالمختلين عقليا، يعني هو المجتمع مجرم، ولكنه ينكر انه مجرم. بلح كذاب، اقول انا بلح كذاب، نخبه مزدوجه المعايير تكيل بمكيالين تلحس احذية الحال. افكارنا وما نردده بالكلام، استاذ كافرين، افكارنا وما نردده بالكلام اسير ظلمات وجهاله الماضي، وسلوكنا الحياتي الواقعي واقعي وبرجماتي، لكن حاله الفصام هذه بين الفكر والواقع تجعلنا مفعولا به ومدفوعين بتيار الواقع كالأسرى. أستاذ هاني جوكر بيقول إن العقيدة التي تجبر زوج أو زوجة العيش بالإكراه مع شريك حياة تحتاج إلى مراجعة فكرية، لأنها تشكل خطرا على سلامة الأسرة والمجتمع سوي. بلح بيقول قوانين الأحوال الشخصية. بلح كذاب، قضاء فصل فنان لمسرح الدولة علشان قصة على الفيسبوك اسمها ألم المعلم يعلم إصدراء أديان كاتبنا أطيان سماوية، علشان قال في القصة الرسول صلى الله عليه وسلم اتجوز السيدة عائشة وعندها 13 سنة. أنا قلت في هذا الواقع أو في القصة عندها 13 سنة، قال لي لا ده عندها 9 سنين. اي عيل صغير اسالوه تزوج من السيده زينب بنت جحش وكان الزوج ابنه بالتبني. طب هنعمل بقى حياه اسريه جديده ازاي وقوانين الاحوال الشخصيه؟ هنعملها ديني زي ما بلح بيقول؟ طب برضه نعمل قوانين الاحوال الشخصيه مدني ولا ديني يا بلح؟ رد عليا يا بتاع منظور ديني مش منظور حداثي وحضاري يا بلح يا بلح يا بلح. بلح انت كذاب لما بتصدر احكام الازدراء وتفصل حد من عمله وتشرده وتدعي على حد حر في ايمانه، زي ما كذبت وقلت مش هترشح وسجنت اللي رشح نفسه قصادك، وقلت الدولار مش هيغلى، وقلت لا مجال لحد يقعد اكتر من 4 سنين. اخلع يا بلح يا كذاب.